نتواجد الآن بجانب برج المراقبة التابع للتلفزة الأوكرانية والذي تم استهدافه بصاروخين روسيين أديا إلى دمار كامل في هذه المنطقة. هذه إحدى الصواريخ التي سقطت واستهدفت هذا المكان، ما أدى إلى وقوع 5 ضحايا من المدنيين وإصابة آخرين. الاستهداف أيضا طال إحدى الأبنية الرياضية بجانب برج المراقبة الرئيسي التابع للتلفزة الأوكرانية، ما أدى إلى دمار كامل في هذا المبنى. نشاهد معا آثار القصف على هذه المنطقة والذي أدى إلى دمار كامل في المبنى الرياضي هذا. وهنا في هذه النقطة بالتحديد تقول السلطات الأوكرانية بأنه سقط عدد من المدنيين جراء هذا القصف. هنا أيضا نشاهد معا إحدى أعمدة الإنارة في هذا الشارع سقط بالكامل ودمر وأحرق، بالإضافة أيضا إلى تدمر عدد من الأبنية الأخرى المحيطة بهذا المكان. وأيضا نشاهد برج المراقبة الرئيسي التابع للتلفزة الأوكرانية، هذا هو البرج الذي تم استهدافه، بالإضافة إلى صاروخ آخر سقط في هذه المنطقة وأدى إلى أضرار كبيرة في البنية والممتلكات، وذهب ضحيته 5 أشخاص بالإضافة إلى عدة إصابات في صفوف المدنيين. أيضا نشاهد تضرر العربات التي كانت تتواجد في هذا المكان وأيضا الأبنية المحيطة ببرج المراقبة الرئيسي هذا والذي تم استهدافه بصاروخين روسيين هزا سماء العاصمة الأوكرانية كييف. عدنان جان، العربي، من مدينة كييف.